الحمد لله السيارة دابا في الطريق حنا كنتسناو فيها. وخويا نور الدين على سلامتك اخويا ديال الحلال. الله يكمل لك الحمد لله. وفرحنا كاملين رجعت الطوموبيل الاخ ديال الاخ ديالنا نور الدين الطوموبيل اللي كيعيل بها العائله ديالو. وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا باش ان هاد الطوموبيل ديالو والسياره ديالو اللي كيخدم عليها وعنده وليدات ورب ديال العائله. هذه من وليداتي مني فرحوا الجيران والاحباب وانا ما نعاودش لكم واحد الفرحه لا توصف بالنار. البريده حاشاكم ديال باش كنخدم على وليداتي لقيتها الحمد لله الحمد لله. وكنبغي نشكركم بزاف ونشكر الجاليه المغربيه ونشكر الارض الوطن الناس اللي في ارض الوطن والشعب المغربي كامل من طنجة للقويرة الله يجازيهم بخير. كل شيء عيط لي من الصحراء من العيون من الريف من الشرق من الجنوب من الغرب جميع المناطق عيطوا لي تليفوناتي واسيو فيا. كاين مسكين اللي قال لي نصيفط لك فلوس كاين اللي قال لي نتعاون معاك. اش غنقول لكم والله العظيم ما قدتني فرحه. ونحمد الله ونشكره ونطلب الله يا ربي تخلص كل واحد وقف معايا وكل واحد دار معايا مجهود الله يجازيه بخير. وكنشكر الداري ديالنا اسامه بيدره العواق الدراري كاملين كمال بالخصوص كمال 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 بالخصوص كمال. والعربي زناتي هما الدراري الاولين اللي تبارطاجاو وعيطوا للصحافه وجاو وقفوا معايا الله يكثر خير الجميع. الجيران ما نعاودش لك الفطور الغداء العشاء كل شيء كيجيني للدار ما عرفتش الخير ولا مدفق عليا الحمد لله الحمد لله. نحمد الله ونشكره باقي الخير في البلاد باقي الناس كاين اش غنقول لكم من الله. الناس ديال اوروبا الا كيعيطوا لي مساكن كيبكي. واحد السيد مسكين اليوم عيط لي مسكين قال لي شوف نهار اثنين ان شاء الله غادي نصيفط لك بركه الله يجازيه بخير. انا كنشكره من هذا المنبر هذا السيد هذا مبارك هذوك الكلمات الطيبه الله يجعل البركه. تعاونتوا معايا بكلمات ماديا ومعنويا الله يحفظكم والله يجازيكم بخير والله يقوي خيركم. ونحمد الله ونشكره بان لقيت طوموبيلتي وغنزيد واحد الشزده لله في سبيل الله يا ربي. الله اكبر الله يرحم لكم والدينا خوت الله يجازيكم بخير. الاخوه اليوم كنتواجدوا بالمنزل ديال الاخ نور الدين اللي مشات سرقات لي الطوموبيل ديالو في ظرف 48 ساعه. في ظرف 48 ساعه كان واحد الشهاد اللي كبير من طرف الدرك الملكي ديال عين حروده والصحافه الالكترونيه وجميع فعاليات المجتمع المدني ديال المنطقه وجميع الاطياف ديال المنطقه. الاخ نور الدين السياره ديالو هي الحاجه الوحيده اللي كيعين بها الاسره ديالو وكيعيش بها ولادو بفضل دعاوى الوالدين والحلال ديال هاد الطوموبيله اللي تعب عليها ومن عرق الجبين ديالو. كيف ما كتشوفوا اليوم حنا مع الاخ نور الدين وفي اجواء ديال العائله ديالو اللي جد فرحه وسعاده ومنطقه زناجه كامله فرحانين بها. كنشكروا الاخوه الاصدقاء ديال نور الدين الناس ديال الخياله الناس تبوريده كذلك الناس الخضاره اللي مولي البيكوبات اللي داروا معاه جوله في الهراويين وكذا بقاو كيقلبوا معاه. هذا ما كيبين الا التضامن ديال المغاربه والتضامن ديال ابناء مدينه زناجه. ودائما كنبغي نشكروا السلطات الامنيه ديال منطقه عين حروده وكنقول لهم برافو عليكم تبارك الله عليكم. والصحافه الالكترونيه هيبا بريس اللي واكبات الاخ نور الدين وقفات معاه وقفه ديال بصح حتى لاخر اخر وقت. دابا كنشوفوا 3:30 تاع الليل ومازال الجريده مواكباه من مدينه الهراويين من يوم ما مشات ليه الطوموبيل ديالو. هذا هي الصحافه النزيهه اللي كنحتاجوها في البلاد لانها توقف مع المواطن وتوقف مع الناس اللي محتاجين لها. وشكرا لكم الخوت. كنبغي نبشركم خير الحمد لله رانا لقيت طوموبيلتي بفضل المجهودات ديال الدرك الملكي ديال عين حروده بقياده السيد سالم الله يجازيهم بخير. والاخ الاخ الاخوان بجوج ديال الجدرميه قيسي والاخ صديق ديالو عبد الله ولا سميتو ذكر سميتو مزيان الله يجازيهم بخير الله يجعل ربي يجعل عليهم في الميزان المقبول. وكنتمنى من 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 جميع الناس اللي عاونوني واللي ساعدوني من خارج الوطن ومن ارض الوطن وساوني بكلمات اللي عاونني ماديا مسكين بلا كان اللي جا بقليل يا بكثير يا بالمواسات ما نكذبش عليكم فرحان لواحد الدرجه لانني استنتجت واحد الحاجه لان باقي الخير في البلاد الحمد لله باقي ولاد الناس وباقي ولاد الخير وباقي لا من الامن لا من المجتمع المدني. وكنشكر هيبه بريس بزاف على هاد المجهودات الجباره اللي دارت. ما هو باقي سهران معايا مساكن حتى لثلاثه الليل وجات واحد جاني واحد التليفون بنمره مجهوله ديال واحد السيد بريفي كما كنقولوا عيط لي مسكين في التليفون الله يجازيه بخير. تا هو
قال لي اخويا انا راه بقيت الفيديو ديالك في فيفا برايس، شفتو في فيفا برايس وراني شفت بانت لي الطوموبيل ديالك اخويا من خلال الماتريكير، راه مبلاصيه في واحد القنت كيقولوا لي حال حالات من هاد النواحي ديال الدار البيضاء. جيت الهراويين ومشينا لعين المكان حتى لقينا الطوموبيله وعيطنا للدرك الملكي ديال الهراويين، مشكورين بزاف بزاف. عاد داروا تنسيق مع الدرك الملكي ديال عين حروده وجابوا الدرك ياخذوا الخبره التقنيه، يعني البصمات اللي كيديروا البصمات ديال الجرائم. وكنشكر الناس ديال السلطات ديال الهراويين كاملين، كنشكرهم الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، شباب زوينين الله يكمل عليهم. وسيروا، كنقول لهم سيروا، المستقبل ديال نتوما اللي غتحرروا لنا البلاد ان شاء الله وغتقادوا لنا البلاد وما يبقاش فيها والدرك الملكي ديال عين حروده الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم. من نهار مشات الطوموبيل وهما كيتصلوا بيا، ونهار وما يجريو معايا النهار الاول يجريو معايا يتصلوا بيا. مهم، مشكورين على المجهودات الجبارة ديالهم. الحمد لله على السلامة. الأخ نور الدين اللي لقى السيارة ديالو اللي في ظرف قل من 48 ساعة تمكنوا من يوجدوها. هذا المجهود هذا اللي هو يعني متكامل من جميع الجهات، يعني الاصدقاء ديالو الفيسبوكيين، الدرك الملكي، المجتمع المدني ديال عين حروده. ومن هذا المنبر هذا كنبغيو نوصلوا واحد الرساله للدرك الملكي لعين حروده اللي لعب مجهود كبير في هذه 48 ساعه اللي بحث في جميع اطياف المنطقه وخارج المنطقه. وكذلك الدرك الملكي ديال الهراويين كنشكرهم جزيل الشكر لانهم داروا هذا المجهود مع الاخ نور الدين الصديق ديالنا والاخ ديالنا وفرحوه في هذه الليله الممطره. الحمد لله، كنشكروه على هذه النعمه هذه ديال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافه والامن اللي كاين في المنطقه. يعني مادام جبدوها في 48 ساعه الا كنهنئوهم وكنشكرهم جزيل الشكر لانهم استطاعوا يديروا هذا الانجاز هذا. واللي لقيت ناقص في الطوموبيل وما الوريقات ما لقيتهمش فيها، كنديرهم في دراجات الشمس ما لقيتهمش، وداهم لي الوريقات. راه عندهم واحد الخاتم ديال الجمعيه ديال بائعي الفواكه في زناته، هما اللي ما لقيتش. راه المخزن غادي يدير التحريات ديالو ان شاء الله وغيعطيوني واحد الورقه باش نمشي ندير الاجراءات، نعاود الوراق من جديد ونعاود الدوسي من جديد ونعاود ديك المسائل. والحمد لله، الحمد لله الخوت، الله يجازيكم بخير. نتحيو الدرك الملكي ديال الهراويين والدرك الملكي ديال عين حروده، تنشكروا الاصدقاء ديالنا اللي وقفوا معنا والناس ديال عين حروده الله يكثر خيرهم. كنشكروا الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب اللي وقفوا معنا، الحمد لله والحمد لله، رزق الحلال هو وليدات وراك شاب ليه ورجع ليه. لقيناه في منطقة الهراويين تما، والدرك الملكي راه ساعدنا الحمد لله، ما لقينا حتى مشكل. والدرك الملكي ديال عين حروده تنشكروه بزاف. وفي طبيعة الحال اخويا غادي نفرحوا لأن السيد فقير ومحتاج، يعني السيارة ديالو هي المورد الوحيد للرزق ديالو. لو ما كانتش هاد الطوموبيل هادي لو ما لقاهاش شنو كيف غادي يولي، كيف غتولي الحالة ديالو من القدام؟ اخي هاد الاخوان اللي سرقوا سياره يعني ما فكروش حتى الظروف الاجتماعيه اللي كيعيشها الشخص، جاو تجرؤوا وشفروا السياره حنا ما بغيو حتى شي واحد سوى غني سوى فقير، غير هي يحاولوا يراعيوا الظروف. تم الاشخاص اللي مشاركين في الجريمه لربما اللي تستروا على الجريمه، كنقول لهم الله يهديكم الله يهديكم، يعني راه حشومه عليكم وهذا الشيء عيب وعار. يعني عائله بسيطه فقيره يعني وتجرأتوا باش تسرقوا السياره، حشومه عليكم بزاف. طلبونا فالح تبقى ها؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.